هنتكلم دلوقتي ان شاء الله على فكره الكويري سترينج واليو ار ال. اليو ار ال العنوان اللي من فوق دوت والكويري سترينج وازاي نتعامل معاه مهم جدا. احنا اخذنا قبل كده نرجع كده للنود جي اس بتاعنا. كنا عملنا السيرفر كلاينت او السيرفر جي اس دوت الجميل دوت واشتغلنا عليه. هاجي كده من فايل سيف از اسيبه نسخه جديده خالص واكلم على اعمل له فولدر اسميه URL سيرفر دوت جي اس. ماشي دي نسخه تانية خالص مش هنعد على مديولز ولا كلام من ده. كانت فايل عادي جدا كنت بنادي على HTTP وبكريت السيرفر وهنا كنت في بالمناسبة يعني من اد هيدر كنا بقول 200 ونقول الكونتنت طيب عبارة عن تكست على بلين تكست مقرون على HTML تكست عشان يقبل HTML مفيش مشكلة. طيب في الحالة دي طبعا انا اقدر اكتب هنا اي HTML او ممكن اقول response dot طبعا في رايت response dot رايت ودي طبعا بتاخد فيها بتاخد ال HTML اللي انت عايزه. لما تحب تخلص والريسبونس دوت اند يفضل بنقفل كده في الاخر بعيد عن الكلام ده خالص. وبن رايتر هنا ليه ال HTML اللي انت عايزه يعني ممكن نقول H2 مثلا query string URL وادي سلاش H2 تمام ده كده اللي هيطبع. ماشي لغايه كده مفيش مشكله ده الابلكيشن بتاعي مفيهوش مشكله. لو عايز ارنه عشرة بحب ارن بالاسلوب اللي هو الخانق ده بس مش مشكله. بقول له بس نود وبقول له اسم الفايل سيرفر او جي اس وعن عرفنا الايرور ده خلاص عدى علينا قبل كده ان بسبب ان السيرفر ستيل شغال فهو كده هتلاقي نفس السيرفر قايم قبل كده فلازم نوقف. طبعا ممكن كنترول سي توقف كل الكلام ده كنترول سي بيوقف. ماشي وقفنا تاني كده اقول له نود اقول له سيرفر دوت جي اس تمام واروح ادي اهو 80 لا هو كان 4 8 تقريبا سوري راح كين كده اربعه 4 8 قال لي كويري سترينج يو ار ال. فعلى عملنا كليك كمين وقلنا فيو بيج سورس هلقنا ال H2 كويري سترينج يو ار ال وسلاش H2 اللي احنا كتبناها بتاعت ال HTML العادي. ماشي طيب ده الناتج اللي هو تحت بقى السورس كود مفيش بقى ولا كل الكود اللي حكيته بتاع جافا سكريبت ولا الكلام ده كله اللي هو بتاع سيرفر سايد. وادي النتيجه بتاعت التنفيذ دي الحته اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده. احنا محتاجين دلوقتي ممكن اقوم جاي هنا قايل مثلا سلاش مثلا هوم فانا عايز اخد الكلمه دي لو كانت هوم قول لي كذا لو كانت ايه مثلا اعمل فيها شغل زي كده. فممكن ارجع للفيجوال ستوديو كود كده واقول له ايه انا محتاج اكتب اهو مثلا ده خلاص كتبناها ماشي ممكن اقول له اكتب بعديها ريسبونس رايت تاني مش رايتابل رايت واقول له انا عاوز الريكوست. احنا عرفنا خلاص بقى ان في هنا الفانكشن دي بتاخد ريكوست وريسبونس ريكوست دوت في هنا يو ار ال سيمي كولن ده هيعمل في كويري سترينج يو ار ال وهيكتب لي هنا تحتها ريكوست دوت يو ار ال. لو رجعنا كده عملنا ريفريش ما بيحسش طبعا نعمل كنترول سي ما عبرنيش ادوس انتر بس وكنترول سي كده خلاص والسهم فوق من الكيبورد نود سيرفر دوت جي اس دوست انتر المفروض قايم كده تاني. انا وقفته كنترول سي وعملت ايه رنيته قال له جديد قال لي سلاش هوم يعني ارى الحته اللي ما بعد الدومين ارى الحته اللي ايه ما بعد الدومين بيحمل اليو ار ال ما بعد الدومين حتى لو قلت علي مثلا اي حاجه اند تكست بيساوي اي حاجه دوست انتر واشيل كل اللي ما بعد كلمه اللي ما بعد الدومين شال كل اللي مكتوب فوق ما بعد الدومين
خلاص. طيب ده كلام جميل. في الغالب احنا بنبقى عايزين نقطع عشان نعرف الهوم ايه، التكست ايه، مش عارف، بنبقى عايزين نعرف القيم اللي موجوده في الغالب. يعني لو حبيت تتعامل مع ده تتعامل معاها ازاي؟ بسيطه جدا. انا مثلا هعرف فاريبل هنا نسميه مثلا كيو بيساوي، مش هطبع بعض او مش هقول له ريسبونس دوت رايت، انا هقول له بس ايه ريكوست دوت يو ار ال. خلاص كده انا اخدت ريكوست يو ار ال اللي كان موجود فوق ده كله اللي هو عباره عن الجميل ده كله، حطيته جوه الفاريبل ده. طب انا مش عايز كده، انا عايز اقطع واجيب منه بالقطع اللي انا عايزها. في عندي ممكن اقول له، بدل ما اقول له كده هقول له في عندي حاجه اسمها يو ار ال دوت بارس يو ار ال دوت بارس، واديتها ادي التكست اهو، ده اليو ار ال تكست، ده اول بارامتر. والبارامتر الثاني هديهولها ترو يو ار ال دوت بارس، معناه ان انا عايز اعالج اليو ار ال، عايز اعالج الايه؟ اليو ار ال دي اصلا اساسيه. لو جيت قلت دوت كويري خلاص كده كيو ده شايل كاوبجكت قدر يفهم هوم بتساوي كذا، تكست بيساوي كذا، مش عارف قدر يفهم الكلام ده. يعني اقدر دلوقتي مثلا على سبيل المثال اقول له ريسبونس دوت رايت، يطبع لي في النتيجه كيو مثلا دوت النيم مثلا، لو انا متاكد ان في حاجه اسمها نيم هتيجي، لو انا متاكد ان في حاجه اسمها نيم هتيجي. وارجع هنا كده دوس انتر كنترول سي كده، واقف سهم اللي فوق في الكيبورد واقوم دايس انتر كده، اقوم تاني السيرفر. فارجع هنا واقوم قايل له مثلا بدل هوم هقول له النيم عادي مثلا، اند مثلا الايميل يساوي مثلا عادي صبور @gmail.com مثلا. بعت كده حاجتين الايميل والنيم، دوست انتر. اللي في مشكلة عندي في السيرفر ماشي، انا بس اخد ده كوبي عشان ما اقعدش اعيده تاني ونشوف المشكلة اللي عندنا. قال لي سيرفر شبيه يو ار ال دي مش موجودة. قال لي هنا مش الاول مش فاهم. طبعا ده بسبب ان اليو ار ال دي موديول انا ما استدعيتوش، فالمفروض ان ده موديول لازم ان انا الاول استدعيه. فانا هقول له زي ما استدعينا الاتش تي تي بي عرف بار، وهقول له هو كان ايه؟ كان يو ار ال. فانا هسمي الفاريبل يو ار ال واقول بيساوي، وهقول ريكواير ده من ضمن البلت ان ايه؟ بلت ان مديولز، فهقول له اسمه يو ار ال. وبكده اقدر اجيب من يو ار ال تو بارس تشتغل ان شاء الله عادي. نجرب. هو كده السيرفر كان ضارب، ادوس اعمل بول نود وسبيس سيرفر دوت جي اس، دوس انتر كده مفيش مشكلة. نرجع هنا ونعمل مش هنا، لا ايوه هنا اللي كانت ضربت مننا، وادوس انتر. نجرب ورا اهو، فيرست ارجمنت ماست بي سترينج، قول ان الايه الفيرست ارجمنت ماست بي سترينج. طيب احنا عملنا ايه؟ احنا نسينا نحط علامة استفهام. أقوم تاني مظبوط، كنا نسينا علامة استفهام. احنا بس ايه هكبر لكم برضو التكست اهو عشان بس نبقى شايفينه. ده اليو ار ال بتاعنا، ده السيرفر، وده البورت. خلصنا سلاش ماشي، مفيش مشكلة. لازم بعدها يجي علامة استفهام، ده أساسي في الكويري ستريك. نيم ايكوال كذا اند، والايميل ايكوال كذا، ممكن نعمل تاني اند كذا ايكوال كذا، اند كذا ايكوال كذا زي ما انا عايز. ده كويري سترينج جيت، نوع اسمه جيت كده. كده جبت النيم خلاص. لو انا عايز اجيب الايميل بنفس الطريقه مش مشكله، ممكن اهو جاي هنا قايل له نيم ايكوال كذا. طبعا ممكن اعملها على بي ار على بريك، يبقى نازل سطر مع دي بقى. ما انا عامل اتش تي ام ال، ما انا عامل انيبل اتش تي ام ال، انا عامل اصلا الفايل عباره عن تكست على اتش تي ام ال. وهنا
اقول الايميل كويري دوت ايميل سايب وارجع نرجع تاني دوسنا انتر نرجع هنا انتر نعمل ريفريش قال النيم عادل والايميل هو عادل صبور @gmail.com كده نكون احنا عملنا ايه؟ قدرنا ان نتعامل مع الكويري سترينج واليو ار ال اللي موجود من فوق اللي هو كلاينت سايد داس على كتب اليو ار ال او داس على لينك فيها الكلام ده كله داس اتنقل على السيرفر السيرفر قدر يتعامل بقى ويبدا ينقي الشغل بتاعه ويتعامل معاه.